How are you and how old are you؟ أعزائي المشاهدين في كل مكان وزمان، معكم مس سلام من برنامجكم المفضل، برنامج حسبي الله ونعم الوكيل. النهاردة عندنا لقاء مميز مع ضيفة مميزة جدا من الجيل الجديد، الجيل النابغ الذكي الدقيق في أجوبته في حياته في كل اختياراته، جيل متربي على كل حاجة فيها ذكاء اصطناعي. النهاردة هنسألها بعض الأسئلة وخليكم معايا. حبيبتي الضيفة الجميلة، أول حاجة احنا فخورين انك انتي اديتينا وش، اديتي الجيل القديم وش وقعدتي معانا أساسا. فعندنا بعض الأسئلة الجميلة، بس ده مش قبل ما نعرف ازاي. I'm fine الحمد لله، كيف حالك انتي؟ الحمد لله. حبيبتي قولي لهم وابهريهم بأجوبتك، ايه يعني بر الوالدين؟ بر اللون، البر هذا اللي هو كده العيش الأسمر، I think البريد هذا اللي لونه كده براون، اللي كده اللي مو for diet وكده. طب وإيه دخل البر ده بالوالدين؟ عشان إيه دخل؟ يعني إنه إحنا ندي للوالدين هذا العيش، أجيبه مثلا أو كده. برافو علي. عادي عادي عادي، يمكن سقط سهوا يا جماعة، عادي. سؤال تاني، تعرفي ايه عن الرحمة اللي في قلبك؟ رحمة على الصغار الكبار البشر، رحمة بشكل عام. لا مدام قالت يعني حيكون في جواب مبهر مبهر. عادي غلطت في الاول يا جماعة، عادي، ايه المشكلة؟ اتفضلي قولي. I'll tell you، بس يعني اسئلتك مرة ما هي سمارت، ما اعرف ليش كده تسألي، يعني انت مذيعة متأكدة. Anyways، الرحمة هي، أنا ما أعرف الرحمة، I guess إن أنا أعرف اللحمة. اللحمة، yes I know اللحمة. حاضر، أشكرك جدا. عادي اللحمة هي الرحمة أساسا، يعني عادي، يعني أنا أحيانا بأكل رحمة، يعني مثلا بأكلها فرايد، بأكلها جريلد، بأكلها مثلا يعني بحطها مثلا في القلاية الهوائية، أحط الرحمة في القلاية الهوائية وأطلعها كده بعد كم وأكلها مثلا. طب عادي عادي. تعرفي إيه طيب عن الحياة؟ حياء الإنسان، حياء الأنثى، حياء البني آدم، عنده حياء، عنده كده يعني، عرفتي الحياء، الحياء بشكل عام. تفضل. I don't think إني أعرف الحياء، بس عادي يعني it's not a big deal. أعرف الأحياء اللي هي البيولوجي، يعني هو علم البيولوجي الأحياء. اوكي حبيبتي عادي، كله انت تعملي اللي انت عايزاه، انا اسكت. انا اساسا مش مذيعه اساسا، واساسا اسم البرنامج حسبي الله ونعم الوكيل.